اختص به ربه تعالى وجمال الخلق والخلق وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه؟ هذه بعض موجبات الأدب معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وغيرها كثير. ولكن كيف يكون الأدب؟ وبماذا يكون الأدب؟ هذا ما ينبغي أن يعلم ويعلم ويتعلم ويعلم. فيكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدين والدنيا. ثانيا، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. حب وتوقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من توقير أو تعظيم أحد آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق كائنا من كان. ثالثا، موالاة من كان يوالي ومعاداة من كان يعادي، والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب له. يعني الإنسان يحيا حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هنالك يكون قد تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا، إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه، واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله. هذا فقط في الاسم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه، استعظم اسمه، وقر اسمه عند ذكره أمامك، وقدر شمائله وفضائله. خامسا، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سادسا، إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق. هنالك نكون قد تأدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارتهما، والتشرف بأنه واقف أمام قبره صلى الله عليه وسلم، والشرف بالوقوف على قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثامنا، حب الصالحين وموالاتهم بحبه صلى الله عليه وسلم، وبغض الفاسقين ومحاداتهم ببغضه صلى الله تعالى عليه وسلم. نحب من كان يحب رسول الله ونبغض من كان يبغض رسول الله. هنالك نكون قد تأدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة. هذه بعض مظاهر الآداب معه صلى الله عليه وسلم، إذ كماله موقوف عليها، أي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها سعادة منطوية. والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره، وأن يرزقنا طاعته، وأن لا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.